السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello dear students, we have today a request for one of my students on Telegram group. النهاردة عندنا سؤال من Telegram group. السؤال ده is Act ACT, سؤال من امتحان Act, و also EST المصري Egyptian Scholar Test. تعالوا نشوف حله ايه. مش بيجي سات طبعا. This is not sat. Okay, this is not sat. عشان ولادنا اللي بتذاكر سات ما تتلخبطش. تعالوا نشوف هنا بيقول لنا ايه. I try to translate in English as well. مدينا هنا a pen contains 100 style A notebooks, 100 style B notebooks and 100 style C notebooks. 100 here is a name. Okay, number of pages in a notebooks, number of pages. So this is no need extra information. 100 is a name, not a number here, not a numeral. So عندنا three options, A with B with C. Great. Antoine will select three notes. هيختار منهم, هينقي منهم ثلاثة. طيب السؤال, where is the question? How many? يبقى عندنا N اللي هيختار منها اللي موجودين, و number of selection is 3. طب تعالوا نشوف الحتة دي. طالما we have picking up R from impossible okay choices, so the order doesn't matter. Should be order doesn't matter in ancient like this here. Order doesn't matter, so must be combination. Okay, great. عندنا combination where you can't repeat choice. هنختار دي لما فيش تكرار. بس أنا هو situation هنا we can repeat. يعني إيه can repeat؟ هو كان ممكن يختار A وكلهم 100 زي بعض, يرجع يختار A, يرجع يختار A, عمل repeat في one selection, أو يختار A A B. ودي طريقة الحل الأسهل. This is the best easier one, but it costs time in this kind of exam. بس هنفهمها إن شاء الله مع بعض دلوقتي لما نعملها لكم بتري. So where the select order does it matter, but we have what we have to repeat in some places. هنكرر في بعض السيتويشن, ممكن تكرار يحصل, ده اجباري. فده الرول بتاعتنا اللي هتحصل. الرول بقى اللي هنا اللي جايه ان هتبقى ان بلس ار minus 1 C of what? C of R هنا. Okay. كده دي رول, دي نظرية المفروض انتوا اخدتوها في الالجبرا. وهنطبق الطريقة دي. تعالوا بقى نشتغل عليها كده. طب يا مستر هي N بكام؟ احنا قلنا N 3 choices. طب ال R بكام؟ هو هيختار 3 أنتوان. So we just plug in here. 3 plus 3 minus 1 is 5. This is 5. C, R is 3. So, in some cases here, and in our case here, R is 3. Okay? نتشيك عليها كده سوا. طبعا بسيطة جدا بالآلة, بس انتوا توصلوا للجزء ده يبقى حاجة حلوة خالص. اهي هيبقى الاوبشن بتاعي, ممكن اعملها بالكالكليتر او هعمل فاكتوريال 5 على فاكتوريال 5 minus 3 يعني 2 times فاكتوريال 3. تقدروا تعملها بالفاكتوريال هنا ببساطة جدا اهو, عشان في ناس مش عندهم الفانكشن دي. فراكشنال اهو 5 فاكتوريال الفا شيفت مع الاكس تحت فاكتوريال 5 ماينس 3 يعني 2 فاكتوريال 2
times وجت منين التو حالا في الكتابة factorial 3 تمام. هنا كده اهي وصل الانسر. So the option is number C. Right option is number C. Sorry. سؤال تاني. Right option here is number C. تمام. طيب جت منين دي يا مستر؟ اهي 5 4 factorial 5 minus 3. احنا بدا الرول بتاعنا تحت factorial 3 times the difference بتاعهم 5 minus 3 is factorial 2. طيب اللي عنده الاوبشن دي بالآلة مش محتاج يضيع وقت خالص، مش كل الآلات فيها، only الجنريشن بتاع او الجيل بتاع ال FX لازم يكون 570 VN. هنلاقي في عندنا هنا لا موجودة في أغلب الموديلز، موجودة في أغلب الموديلز هنا، هيبقى 5 shift C عامل divided 3 equal to 10 خلصت. ودي طريقة الرولز أغلبكم مش واخدها لسه في جريد 12، شوية اتلخبط. يا رب تكوني اتفهمت. طيب اللي مش جايب الطريقة دي معايا، تعالوا نشوف نطلع الاوبشن ونعدها ازاي. اوكي مش هتاخد مننا يمكن نفس التايم او ازيد حاجه بسيطه. احنا عندنا التري بتاعتنا 3. اول اوبشن معايا هيكون يا A يا B يا C. انا عامل تري بالهوريزونتال، ممكن فيرتيكالي عادي بس عشان السبيس عندي. وبعدين التري التانية هتبقى يا ايه في التراي اللي هو هيسلكت تاني، هياخد تاني وموجود ما خلصوش، يعني هو قال في بي يا سي ما قالش موجود 1 ده في ستوك يعني. التاني برضو هنا سكند، ممكن لو خد الاولى ايه دي فيرست 1 ممكن التانية يكون بي او سي او دي ايه او بي او سي. لو خد التانية بي ممكن تكون الاولى بي ايه او بي او سي. لو خد دي سي تكون ايه او بي او سي. حلو لغايه كده تمام. ثيرد ترايل او ثيرد سيلكت ممكن تكون ايه 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 كان الريبيت كان، بس الاوردر doesn't matter. خدوا بالكم من دي لان في حاجات هنمسحها دلوقتي. الاوردر doesn't matter. اوكي يبقى ايه بي سي نفس الحكاية، A بي سي نفس الحكاية، A بي سي نفس الحكاية. أحاول أجيبها لكم أوضح عشان تبقى ظاهرة أكتر. هتبقى بعد ما نرسم التري دي هوريكم سيلكت A بي سي بتري واضحة جدا، بس عرفت بجيبها إزاي؟ تعالوا نشوفها كده، انا مجهزها ثواني نعرضها ونشوف السيلكت وهنطير مين بيه. اوكي هنشوف دلوقتي، هعمل شير للسكرين سكرين اهي وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي في السيلكشن ده. لو فهمتوا دي خلاص اعملوها بيها، تبقى اسهل بكتير من القانون. طبعا المساله بتاعتنا كده بس احلينا نيو شير ان شاء الله يكون واضح، شاشه واضحه. فتعالوا نشوف ماشي ازاي. اول اوبشن او اول سيلكت هنا هنعمل في اول سيلكت 3 اوبشن يا A يا B يا C. طيب هو هيختار ثلاثه، يعني ممكن الاولى هنا تكون A، ثانيه تكون B، الثانية تكون A أو الثانية تكون B أو الثانية تكون C. نفس الحكاية لو الأولى B ممكن الثانية A أو الثانية B أو الثانية C. نفس الطريقة لو الأولى C ممكن الأولى A أو B أو C. خلينا ماشيين بالشجرة دي.
اوكي تعالوا نشوف الفرع الجديد ده، ثاني سيليكشن. ثالث سيليكشن ممكن الثلاثة يكونوا ايه؟ يبقى أول واحد معايا ايه. اوكي ممكن يكون الثلاثة ايه؟ ما قالش ريبيت، مش ممنوع. اوكي الريبيتيشن كان بي ريبيتد because the stock are there. أي زي ما قلنا في ستوك في المحل يقدر يكرر ثلاثة ايه. بس الاوردر اللي doesn't matter، يعني لو خدت 2 ايه الاول زي ما هاخد 2 ايه الاخر، فهو نفس البرشيزنج يعني نفس الشراء. لو نقى 2 في الايه في الاول وبعدين بي، نقى بي وبعدين 2 ايه، نقى بي في النص وايه الاول وايه تاني بنفس الطريقه، ممكن ايه ويكون التاني بي. يبقى ده معايا ايه وايه وبي، يبقى هنا سيليكشن 2 ايه 1 بي، هنا A سي سيليكشن 1 او 2A و1C. 2A و1C جريت. بص اللي جاي بقى، لو الاولى A والثانيه B ممكن ABA ما خدهاش، ABA هنا يبقى نفس السيلكت ده ABA، هو عند الكاشير، يبقى ده كانسلنج مش هحسبه معايا. طب ممكن يكون السلكت الثاني او الثالث يعني A B C، كان اقدر اخده ده معايا اهو A B C، سلكت الثالث بعد A B، او خلينا بالترتيب يعني A B B هي A B C او A B B، او هنا A B B كان، يبقى A B B معايا تاني ولا اتلخبطنا بالراحة خالص اهو. همشي بالترتيب عشان ما اتلخبطش. بعد البي ممكن تكون A او B او C، كده معايا A B B اقدر اخدها، A B C اقدر اخدها. تعالوا نعمل الاوردر، مش هيفرق معانا طبعا خالص، بس عشان تكون فهموا معايا you can understand it. A B B can be ticket yes because we have two booklets او notebooks B1E. Can A B C are ثلاثة reference style. يبقى كده احنا معانا 1 2، عدوا كده معايا 3 4 5 option. وبيقول لك كم option او كم طريقة يقدر يختار بيها. طب ممكن تكون الأولى، بص هغير بس الكلار، الأولى A والثانية C، يبقى الثلاثة دول فيهم الأولى A والثانية C، الأولى A والثانية C، الأولى A والثانية C، بس مرة مع B مرة مع A، يعني A C A A C A أهي A C A، ما أقدرش أخدها، أو A C B لو الثانية مع B، أفتح بس ده عشان ما ألخبطكمش. يبقى كان B A مرة، كان B B مرة، كان B C مرة، A C B هنا A C B هي A B C، الأوردر مش هيهم لما اشتري ده الأول أو خدت ده التاني عند الكاشير التلاتة زي بعض، أو A C C مش موجودة، A C C A C C يبقى ممكن يكون 2 C 1 A، 2 C 1 A مش مهم ترتيب السي فين لأن قابلنا ترتيب سي بعيد دلوقتي، يبقى دي نمبر 6. وصلنا هنا، أغير الكلر وتخليني فوق شوية كده يا مستر عشان تبقى واضحة لينا. ثلاثة هنا، الأولى إيه؟ بي إي إي هنا، بي إي إي هي نفس الأوبشن مش هقدر أختارها، بي إي بي، بي إي بي نفس الأوبشن مش هقدر أختارها، بي إي سي هي بي الأول إي سي نفس الأوبشن. الريبيتيشن هنا يعمل نفس الاوبشن نفس الاختيار، يعني الفرع ده البرانش ده ما خدش منه ولا واحد. البرانش الثاني دبل بي الاول ممكن تكون ايه، ما هي دبل بي ايه نفس الاوبشن ده مش هاخده، دبل بي سي ما فيش دبل بي سي يا مستر، ناخدها دبل بي سي نمبر 7
يبقى سبعة ways or سبعة selection لغاية دلوقتي. Seven options can be purchased from this stationery. طيب الاوبشن الجاي خدنا بي بي سي، فاضل بي 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 تريبل بي، كان ممكن تبقى الاول عادي تريبل بي، كان تريبل بي مش موجوده اهي، يبقى تريبل بي 8 كده معانا 8 سيليكشن. تعالوا نكمل اهي، فاضل لنا السي. بص السي بقى تبقى ايه، سي بي وسي واي، او بي سي بي، او بي سي سي، يبقى بي سي اي اهي، بي سي اي ما اقدرش اخدها متكرره اللي هي اي بي سي واي بي واي سي، ما اقدرش اخد الريبيتيشن ده خالص. بي سي اي، بي سي اي قلناها تمام، بي سي سي دي بره سوري، بي سي سي بي سي سي اهي، بي سي سي ما اقدرش اخدها دبل، لا بي سي سي اقدر اخدها، مفيش ريبيتيش مفيش ريبيتيش، يبقى ممكن الاوبشن اللي جاي يكون بي سي سي، مفيش تو سي قدامي، يبقى اختار دي 9 اهي. طيب 10 بي سي بي، 2 بي اهي، بي سي بي كان نوت، يبقى معانا لغايه دلوقتي 9. تعالوا نشوف كده اللي جاي دي هتحصل فيها ايه، هغير اللون عشان ما نتلخبطش. A C A A C A A اهي، C الأول A A ما اقدرش اخدها، C A B C A C A B، الثلاثة مختلفين اهي، C هنا A هنا B هنا، بس الأوردر مختلف، الأوردر doesn't matter، دي ما اقدرش اخدها ودي ما اقدرش اخدها. طب 2 A 1 C اهي، بس سي الأول سي اي اي قلناها قبل كده، بس دي هتبقى سي اي بي سي 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 اي، سي سي دبل سي 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 اي سي سي اي، مش هنقدر ناخدها متكررة. فاضل لنا البي، برضه البرانش ده ما خدناش منه حاجة، خدنا منه اللي جاي بقى ده سي بي اي، هي اي بي سي، سي بي اي ما اقدرش اخدها، سي بي بي 2 بي واحدة سي، سي بي بي الترتيب مختلف ما اقدرش اخدها، سي بي سي سي بي سي 2 سي واحدة بي انا لسه كاتبينها ما اقدرش اخدها، البرانش ده كله بره. اخر برانش بقى لو سي سي اي اهي، سي سي واي، احنا ده قلنا مش مكانه طبعا، سي سي بي سي دبل سي 1 بي دبل سي 1 بي سي سي بي ما اقدرش اخده، سي 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 ده اللي اقدر اخده. عدوا بقى الاوبشن كده 10 دول، نرجع لسؤالنا تاني، وصلت يا رب تكون واضحة، 10 اوبشن اهو، هقولها ازاي بقى بسرعة، انا مش لازم اعمل كده، ال act cannot make like this it 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 eats our time، هياكل مننا الوقت. نلغي ال التري دي اللي فهمتكم جت منين، وتعالوا نشوف الوضع معانا ازاي في سؤالنا، حلها اسرع وكمان في نفس الوقت بالقانون، او سوري ما استخدمش القانون تبقى افضل. تعالوا بصوا ازاي الاختيارات اللي معانا يكون الثلاثه ايه، او بي او سي، كده دول ثلاثه اوبشن، الثلاث اختيارات ممكن يكون فيهم اتنين ايه، يبقى اي مع البي، مش مهم ترتيب الاي، اي مع سي، ممكن يكون دول اتنين، ممكن يكون فيهم اتنين بي، بي بي مع الاي وبي بي مع السي، كده اتنين جداد، وممكن يكون فيهم اتنين سي، سي سي مع الاي سي سي مع البي، اوكي كده اتنين تاني،
وممكن يكونوا مختلفين A B C بأي ترتيب. ده واحد، عدوا كده الأوبشن دي، أسرع طريقة، the best one the fastest one. يا رب تكون آخر طريقة دي هي المهمة جدا. عدوا كده تلاقوا إيه، 6 أو 5 7 و 2 9 1 10. الأوبشن is 10، دي أسرع طريقة. أوكي، دي أسرع طريقة، أحسن من القانون. لو القانون مش عاجبكم وعرفتوا دي جت منين، من التري بتاعتي، يعني أنت لو فهمت التري جت إزاي تقدر تتخيل دي في أي موقف من المواقف. يا رب تكون وضحت، ولو عايزين توضيح أكتر ابعتوا لي، لو في أي نوتس بليز ابعتوا لي تاني. أشوفكم في سؤال جديد إن شاء الله. أستودعكم الله الكريم الذي أستودعكم الله الكريم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.